السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في دروس الربح والتقنية، معكم أحلام. اليوم إن شاء الله مع حلقة جديدة ستكون عن كيفية إضافة زر الاشتراك في قناتك باليوتيوب إلى موقعك أو إلى البلوغ خاص بك. كل هذا بعد هذا الفاصل القصير. طبعا قبل أن نبتدئ لا تنسوا عمل سبسكرايب هنا لقناتي ليصلكم جديد فيديوهاتي، وأيضا الإعجاب بصفحتي هنا دروس الربح، تجدون الرابط أسفل الديسكريبشن. نبدأ على بركة الله. الموقع هذا هو تابع ليوتيوب، سأضع لكم رابطه أيضا في الديسكريبشن. أول شيء ستقومون قبل أن نبتدئ بتغيير اسم القناة أو الاي دي، نقوم بتغيير اللايوت يعني الشكل كيف يكون. سنقوم بعمل فول، كما تشاهدون سيظهر الاسم مع اللوجو، أما إذا تعملون ديفولت فلا يظهر شيء حتى تضغطون عليه ويظهر الاسم. فول هنا التام، إذا كنتم تريدون دارك يعني يظهر هنا بشكل رمادي، لأن حقيقة أفضل الديفولت يعني باللون الأبيض. هنا subscriber count يعني عدد المشتركين إذا كنت تريد إظهارها أو إخفائها، عند ضغط عند hiding يختفي عدد السبسكرايبر. أما إذا كنت تريد عمل فأنا أفضله أيضا أن يكون يعني ليس مخفي. جيد، وهنا الآن نعود إلى اسم القناة. يعني إذا كتبت اسم القناة خاصة باللغة العربية ف يعني أفضل استعمال الاي دي احسن من اسم القناة، لانكم سيحدث لكم يعني يقول ايرور وما الى ذلك، فاستعمال الاي دي افضل. الاي دي يعني كيف تبحثون عن الاي دي؟ فقط بالضغط هنا، او اذا كنتم تريدون البحث عليه ذهب الى هنا وذهب الى قناتك وضغط على سيتنج وتذهبون ادفانسد، وهنا يوجد ID القناة، فقط تقومون بعمل كوبي له وكولي هنا، تنتظرون بعد الوقت. كما تشاهدون الآن هذا هو الزر الخاص بقناتي. الآن ما تقومون بفعله فقط تحضرون هذا الكود، عمل كوبي وتذهبون. حسب مثال أنا أستعمل ويبلي، كما تشاهدون ستخرج شيء مثل هذا. إذا كنت في بلوجر تقوم بعمل فقط جافا سكريبت سي اس اس، ونفس الشيء بالنسبة إلى ووردبريس. ويبلي يعني فقط أقوم بأخذ يعني سأضعها هنا، نقوم بعمل إيديت، نعمل باست. أوكي، كما تشاهدون الآن ظهرت. كانت هذه حلقة اليوم، أتمنى لا أكون أعطلت عليكم. لا تنسوا عمل لايك وشير ليستفيد الجميع، وأيضا سبسكرايب لقناتي، لايك لصفحتي على الفيسبوك. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، في أمان الله.